هعمل النهارده بولتي بطريقه جديده بالزبده والليمون والثوم. سمكه بولتي كزبره فريش، زبده، ثوم مفروم، كمون، شطه، بشر ليمون، ليمون وشرايح ليمون ومرقه خضار. هنستعمل الفرن. اشغل الفرن الاول واجهز الصينيه اللي هتخش الفرن. كل حاجه متقطعه وجاهزه والموضوع سهل قوي. هاخد السمكه احطها، ناخدها بالطبق علشان ما توقعش حاجه. هحط الايه الليمون تحت علشان ما يبقاش ما يمررش، بس هينزل عليه بقى المرقه والزبده وايه، وهيبقى طعمه حلو قوي. حط شويه برضو شريحتين ليمون جوه، وهاخد المرقه. يفضل تبقى دافيه، لما تبقى المرقه دافيه هتساعد ان احنا نحط فيها كل المكونات. وبمعلقه واحده على قد ما نقدر نحاول نعمل كل الطبخه في اطباق وطاسات قليله علشان ما تبقاش ايه متعبه بعد ما نخلص طبيخ. هحط الثوم هنا والكمون والشطه زي ما حضراتكم تحبوا. حط قول معلقه صغيره وبشر الليمون والليمون، ونشيل كل ده والكزبره، كله 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 في نفس الايه الطبق او البوله او الجار اللي هنحط فيه كل المكونات. هقلبهم كويس. طبخه سهله وظريفه، فيها بس يعني ايه شويه تقطيع كزبره وشويه تقطيع ثوم، غير كده مفيش حاجه تانية خالص تتعمل. وطبعا نبقى مجهزين الفرن على اعلى حاجه، وبعد كده لما تدخل السمكه ننزله ل 180. لو اكتر من سمكه، لو كميه كبيره ممكن نخليه على 200. اخد بقى السمكه نحطها هنا، حط جواها كده قطعتين او ثلاثة زبده، وهاخد بقى ايه التتبيله، هغرقها او هعومها فيها شويه جوه. طبعا السائل اللي موجود ده جوه الفرن كل ده هيدوب خالص، وهيبقى هينزل الطعم اللي فيه. ناخد كمان يمكن نقول ايه تقريبا معلقه زبده، علشان دي لما هتدوب هتقرمش، وهوري حضراتكم بعد ما تطلع من الفرن هيبقى شكلها عامل ازاي. ادي كده الشكل قبل ما تدخل الفرن. دخلها الفرن بقى. السمكة دي وزنها حوالي 350 جرام، فهنتكلم في 12 ل 15 دقيقة أقصى حاجة تطلع شكلها كده. ناخد شوية من الكزبرة دول، يطلع شكلها بالمنظر ده.